هنا قال باب ما يقوله إذا رأى الهلال وما يقول إذا رأى القمر. هنا المصنف رحمه الله يأتي بمجموعة من الآثار والأحاديث نتكلم عنها إن شاء الله الآن لكي يوضح ما الذي ينبغي للمسلم إذا رأى الهلال أن يقول، وماذا ينبغي للمسلم إذا رأى القمر أن يقول. ما الفرق بين الهلال والقمر؟ الهلال هو أول القمر، والقمر يسمى قمرا إذا اكتمل 14 يوما، يسمى هذا الفول مون أو البدر، إذا بلغ في هذا يسمى ماذا؟ يسمى القمر. أما في بداياته يسمى ماذا؟ يسمى الهلال، يسمى الهلال في أوله. وبعد ذلك العرب تسميه يسمون قسموا الشهر إلى 10 أقسام، كل 3 أيام سموها اسما، فجعل اليوم الأول والثاني والثالث أسموه الغرر، الأول والثاني والثالث يسموه غرة الشهر، غرة الشهر. الرابع والخامس والسادس يسمونها السدس، السابع والثامن والتاسع يسمونه التسع، العاشر والحادي عشر والثاني عشر يسمونه العشر، عشر الشهر، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر يسمونه البيض، يسمونه ماذا؟ البيض. لماذا؟ لأن القمر يكتمل بدرا فيبيض، القمر يكتمل بدرا فماذا؟ فيبيض. ثم بعد ذلك يسمون الدآد إلى غير ذلك، المحاق إلى غير ذلك من هذه المسميات. فهنا يقول روينا في مسند الإمام الدارمي رحمه الله وفي كتاب الترمذي اللي هو الجامع أو السنن عن طلحة بن عبيد الله الصحابي الجليل من 10 المبشرين بالجنة.